أمهات التي بكت على أبنائها التي حاربت لاستقلال الجزائر ولكي تبقى الجزائر واقفة مزدهرة، بلاد نظرة اللي عنده نظرة مستقبلية، تطور، ازدهار، أخوة، وحدة، تعاون في المصلحة العامة. الزول في اللون عند مثل ميجيريين قلت الجزائر ذي الدنيا ثمرة غالين ذي مطاون امطاون ينيو ذي مطاون تيماثين الجزائر كويتي قموثن يكترون فرون سنت أما يقرب من بعد أطاس المجاهدين يقولين غذرار ودوغانا ران ولا غوخا من سن إما ولا نسن سن ورعلمنا رمي با عندي مظلن. نعاود نشرح، هذا البكاء هو بكاء كل أمهات الجزائريات التي بكت على أولادها أثناء الثورة الحريرية، وما ننسوش ثاني أبناء الجزائر اللي ضحوا بأنفسهم في العشرية السوداء. نقدروا نسكتوا ما نقدروش ننسوا الماضي، لأن بالماضي نبنيو المستقبل. مستقبلنا لازم نستخلصوا الدروس في الماضي، نصحوا الأخطاء الماضي ونبنيوا المستقبل. بخصوص ترشح الرئاسيات للمرة الثالثة 2014 و2019 تعرفوا كامل يعني الوضع السياسي الاجتماعي الاقتصادي للوطن. ثانيا ترشحت في 2019، ويعني تعرفوا كم حادت الجزائر في هذاك الوقت، والترشح هذا لرئاسية 2024 7 سبتمبر 2024 هو ترشح الأمل، ترشح الثقة، ترشح بناء. وحان الوقت، حان الوقت لنقول لكل جزائريين نخليو الخلافات نتاوعنا دكوتي، نخمو مستقبل الجزائر، نخليو الخلافات السياسية والشخصية والعائلية دكوتي، نبنيو بلادنا الجزائر، لأن كلنا معنيين بالأمر. بلاد بناء الجزائر، بناء الوطن، ما يعنيش رئيس الجمهورية فقط ولا وزير ولا والي ولا، ولكن كل الشعب الجزائري عنده مسؤولية أمام هذا الوطن، عندنا كامل واجبات وحقوق لهذا الوطن. لهذا كما قلت الترشح هي ترشح الثقة، ترشح الأمل، ترشح إعادة بناء المجتمع الجزائري والخلية العائلة الجزائرية التي اندثرت في التسعينات. حان الوقت العائلة الجزائرية تتحد، لأن العائلة هي أساس بناء كل الوطن. أشكركم مرة ثانية لهذا اللقاء الأخوي، وندائي الأول إلى الصحافة الجزائرية باش تكون يعني أنا باش نكون واقعيين، نكون واقعيين، نقول الحقيقة للشعب الجزائري، لأن دعم أي مرشح الله يبارك مليح، ولكن المرشح هذاك إنسان عادي جزائري يلحق وقت يروح يجي واحد آخر. نروحوا ندعموا الجزائر، مستقبل الجزائر، نتعاونوا كلنا في مصلحة الجزائر. ترشح 2014 و2019 ترشح اليأس، وفي نفس الوقت ترشح الشجاعة ضد سياسة التفرق وسياسة الغش وسياسة التزوير وسياسة الكوربسيون اتسيترا. ترشح نتاعي هذا 2014 2024 7 سبتمبر ترشح ثقة، ترشح أمل، وأنادي كل الشعب الجزائري نخليه خلافاتنا دكوتي، يكون عندنا نظرة سياسية ثقافية اقتصادية موحدة مكتملة، وباش تأتي الثقافة لازم يكون اتصال بيناتنا، نتحاوروا بعضنا بعض، نتسامحوا بعضنا بعض، نخليه الخلافة دكوتي ونشوف مستقبل الجزائر. والكلمة إليكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.